يا محشر الأحزاب شنساوي فهمونا شنساوي فهمونا من نسكة تبوغون من نطلع تقتلونا من نطلع تقتلونا نحجو ياكم مشلون يا لهجة تفهمون نحجو ياكم مشلون يا لهجة تفهمون والله والله ملينا عفونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا الموضوع كالعادة ثورة تشرين وآخر التطورات والأحداث الجارية في هذه الثورة، وكذلك نتحدث ونستمر بالحديث عن القمع الحكومي المستمر والميليشياوي كذلك للمتظاهرين وعملية اختطاف الناشطين والمتظاهرين طبعا في المظاهرات في كافة المحافظات العراقية. ذو شهداء أو ذو أحد شهداء التظاهرات في محافظة البصرة كشفوا أن فقيدهم تعرض إلى عملية اغتيال دبرها مسلحو الميليشيات. قال شقيق الشهيد أحمد عبد الكريم سميسم أن الشهيد تعرض لحادث اغتيال مدبر في تقاطع الجزيزة وسط البصرة من خلال دهسه مرتين متتاليتين، مشيرا إلى أن الحادثة مدبرة والغاية الحادث مدبر والغاية منه بث الرعب في قلوب الناشطين وردعهم عن المشاركة في تظاهرات ثورة تشرين. طبعا أيضا حدث تشييع لأحد الشهداء محمد غسان الكعبي في محافظة البصرة، توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد إصابته بنيران القوات الحكومية والميليشيات. نحن نرصد سريعا مشاهدينا الكرام الجزء بسيط من ضحايا التظاهرات، من ضحايا هذا القمع الحكومي الذي يحصل الآن، القمع الحكومي الميليشياوي كذلك. طبعا مصدر طبي في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار أفاد أن أحد الجرحى التظاهرات الذي شهدتها مدينة الناصرية عند جسر الزيتون استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في ساعات متأخرة من ليلة أمس. كذلك جدد الناشطون والمنظمات النقابية مطالبتهم للسلطات الحكومية بالكشف عن مصير المحامي علي جاسب حطاب الذي خطفته الميليشيات المسلحة في مدينة العمارة بمحافظة ميسان بعد أن حاصرت سيارته واقتادته إلى جهة مجهولة. مشاهدينا الكرام، إذن يستمر هذا القمع وتستمر الآلة الحكومية الميليشياوية باستهداف المتظاهرين برصدهم بخطفهم والاعتداء عليهم واغتيالهم في كثير من الأحيان، لأنهم قالوا كلمة حق، لأنهم خرجوا للمطالبة بحق مشروع، خرجوا بشكل سلمي يطالبون بحقوقهم المشروعة. من أبسط هذه الحقوق هي حق الحياة وحق وجود وطن يحتوي جميع العراقيين بكل طوائفهم ومكوناتهم. لكن السلطة الحاكمة الآن التي جاءت مع الاحتلال ودارت الأمور أو أدارت الأمور وشؤون البلاد منذ ذلك الوقت بالقوة هي التي تقمع الآن، وهي التي تسيطر وتكمم الأفواه وتسيطر على حرية التعبير، هذه الحرية التي كفلها الدستور الذي وضعه الاحتلال والذي وافق عليه هؤلاء. هم يخالفونه، يخالفون دستورا وضعوه بأنفسهم ويقمعون حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية قول كلمة لا لكل شيء باطل يوجد في هذا البلد. كيف لهذه الشخصيات وكيف لهذه الأحزاب أن تنتج بلدا، أن تقوم بإدارة بلد بشكل صحيح وهي تخالف القوانين التي وضعتها بيدها؟ ليس قانون كان مفرض عليهم أو مفروض عليهم، هي تخالف القوانين التي وضعتها بيدها. إذن كيف يمكن أن يأتمن المواطن العراقي حياته وحياة أولاده أطفاله عائلته عند هؤلاء الذين لم حتى يلتزموا بكلمة كتبوها في دستور هو أصلا عليه الكثير من الملاحظات والشكوك بمصداقيته وبنزاهة كاتبيه؟ مع هذا نقول العراقيون يستمرون بتظاهراتهم بثورتهم لأنهم مصرون على إسقاط هذا النظام، مصرون على الخلاص من هذه الطغمة الفاسدة كما يصفونها التي طغت والتي تجبرت والتي سيطرت وسرقت مقدرات وثروات هذا البلد. وطبعا
فتحت الباب أمام إيران وأذرعها وميليشياتها بالتغول وتدمير هذا البلد بكل مفاصله وأجزائه. معنا سيد سعد من السعودية. أبو فيصل حياك الله. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ كل الهلا أبو فيصل. تحية تقدير واحترام لك وللقناة وكادر القناة، وتحية لأبطال العراق في ساحات التظاهر في كل محافظات العراق. حياك. وإن شاء الله النصر قريب، وهذا النظام لا يرضى لا أي شعب بالعالم، هو الشعب العراقي صاحب التاريخ. هذا عصابة مجرمة لابد من محاكمتهم كلهم وحلهم كلهم، بما فيهم ما يسمى برئيس الجمهورية رئيس الجمهورية جو ورئيس والبرلمان. نعم. تقديمهم كلهم للمحاكم أستاذ محمد. هذول الناس مجرمين، خصوصا بعد الفضائح والمقابر، ولن يستقر العراق إلا بسقوط هذا النظام المجرم. نعم. هذا النظام اللي نطالب من دولنا العربية بسعي سفراء دولنا العربية ودعم موقف مؤيد للشعب العراقي. الشعب العراقي صاحب حق ويستحق. نعم. الاحترام. نعم. هذا الشعب، ونحيي ثورته ونبارك للشعب العراقي، وإن شاء الله النصر قريب ورحم الله شهداء العراق. بارك الله بك أبو فيصل، أشكرك للمشاركة، كنت معنا من السعودية. معنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. طبعا المؤامرة هي كبيرة على العراق. نعم. يعني من زمان. ولذلك هم محميين من الأمريكان ومن الإيرانيين، ولذلك هم يطلعون يعني يضربون الشعب ويختالون براحتهم، فهم محميين بس ما على الشعب بس الصبر. نعم. أبو حسن، هاي الدولة أو مو هاي الدولة عفوا، هاي الأحزاب اللي تدير الدولة، هاي الحكومة اللي هي كانت للأسف تمثل العراقيين في فترة من الفترات، هي الآن ساقطة شرعيتها بالنسبة لجميع العراقيين، لكن نقول هاي الحكومة اللي مصممة ومتمسكة بهذه المناصب، كيف لها أن تدير بلد وهي لم تستطع أن تدير هذا البلد العظيم، بلد الحضارات، بلد الثروات، مدة 16 عاما وإحنا طابين على السنة 17، لم تستطع أن تدير أي شأن من شؤون هذا البلد، اكتفت بنشر المخدرات، نشر الميليشيات، سرقة الثروات. الآن هم يتصارعون على اختيار شخصية رئيس وزراء جديد. هل تعتقد أن أي شخص سيخرج من هذه الأحزاب يمكن أن يخدم المجتمع بالشكل الصحيح ويقوم بإدارة هذا البلد بالشكل المطلوب؟ أخي محمد، هؤلاء يعني ما يعرفون يجرون نفسهم، هاي واحدة. هؤلاء مسيرين، يعني عندهم أكو جهات خارجية كإيران كأمريكا كإسرائيل، هم تمشيهم. يعني الواحد منهم يعني ما يأخذ قرار يعني أحادي من نفسه. نعم. هو مسير، يقول أعمل كذا أعمل كذا، فكلهم دول ما يخدمون البلد. يعني هسه هم يسوون اجتماعات ما اجتماعات، دول مشلبين. يعني يقول لك احنا خدم، ويقول يعني حراميه ولصوص وعصبا على الشعب نظل. ابو حسن، اكو سؤال يعني حابب اطرحه على حضرتك، وهو موضوع المؤامره. يعني الحكومه واحزابها والتها الاعلاميه والميليشيات وقادتهم يقولون هاي مؤامرة اللي على المظاهرات، هاي مؤامرة أمريكية مدعومة من السعودية، مدعومة من إسرائيل، مدعومة من دول الخليج، مؤامرة كونية لتدمير هذا البلد. وحضرتك تقول أن هم بقائهم ووجودهم بسبب إيران وبسبب أمريكا، ليش هم يتهمون أمريكا وليش يتهمون إسرائيل إذا هي اللي سبب أو هي الراعية لوجودهم والمحافظة عليهم والدعمتهم؟ اخي هم دي يحموهم، هم الامريكان دي يحموهم، هم دي يخصون من الشعب العراقي. يعني هم حددوا بان يكون العراق له 5 أو 6 ملايين. نعم. هم دول مسيرين. يعني هسه امريكا ما تقدر تتدخل، هي بالمنطقه الخضراء ما تقدر تتدخل وسكتهم. لا، هي راضيه اخي، امريكا راضيه، اعداء الاسلام راضين بين العراق. لعد هم ليش يهاجموها يا ابو حسن؟ هم ليش يهاجموها لعد؟ لمن يهاجمون؟ الامريكا. كلها تعاليم. هسه اليوم انا جيت بالكراده، تحملني محمد. تفضل. جيت بالكراده، اكو ناس ما عندها وعي، صعدت بالكيه 2
يتكلمون واحد يتكلم السائق وصاحبه. يقول له انا احب مختبئ، هذاك يقول له لا انا احبك الثاني. شوف يا صاحبه شوف له، يقول ايش قدم لك؟ نعم. يقول له ما قدم لي بس انا احبه. يقول له ايش قدم لك؟ يقول انا غصبا عليك احبه. شوف العقل، شوف العقليه، هم زعاطيط يعني. واحد عمره 17 16 سنه يعني، شوف العقليه غاسلين دماغهم. البشر اذا ما يستعرض بالنظام هذا والكراهيه ماليه. يعني احنا حتى لنقول يعني هي طبعا بالمصطلح العام يعني صغار السن، لكن احنا نقصد انه سؤالك وجيه، ما الذي او هو سؤال احدهم للاخر سؤال منطقي، ما الذي قدمه فلان الفلاني لك من اللي حكمه بالعراق من بدايه الاحتلال ولغايه اليوم؟ احنا هل يمكن ان نشاهد منجز واحد لاي شخصيه، سواء كانت مرجعيه النجف او سواء كان مقتدى الصدر او اي شخصيه موجوده بحزب او موجوده في البرلمان؟ ما الذي قدمته للمجتمع؟ ما الذي قدمته للبلد؟ هل هناك انجازات تخلي الواحد يحب هؤلاء، يقتنع بيهم، يحترمهم، يحترم طرحهم، افكارهم؟ اخي محمد، هم جابوا لك الفساد، جابوا لك المخدرات، جابوا لك حتى حرق الزرع، البساتين اللي انزرعت الاراضي اللي انزرعت العراقيه حرقوها، ما يدون ذول الشعب يعيش بكرامه. نعم. يدون يستورد ويكون دليل، والناس طالب العمل. وتعال شوف المستشفيات، والله لو سووا حوارات حق المستشفيات، نعم، لو واحد يشيب راسه قبل الاوان. فهذول جاي قتل العراقيين، ما بيه كل مجال. شكرا ابو حسن، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكره. ابو احمد من النجف تفضل. حيا الله. كل الهلا يا ابو احمد. حياك الله، تفضل. بخصوص سمع الناشط ووقع المتظاهرين. نعم. هذه السلسلة من الغدر ستستمر. كلما تقدمنا باتجاه 2020 هو أيام. نعم. أنا أقول لجماهيرنا المنتخبة، لماذا نعلق الشماعة على أمريكا كما تفضلت حضرتك؟ أنا نضع معادلة. الصين، الاحتلال الصهيوني ارتكب مجازر قابح بحق العراقي الفلسطينيين بما قدر ما صار بحق هذه مشيئة إيران. أنا أين أعلق؟ لماذا السيد السيستاني، السيد السيستاني هو راعي العملية السياسية، السيد السيستاني هو الذي أفتل الانتخابات وقال للناس خذ منهم. نعم. لماذا لا تقول فتوى ليذهب نار جهنم؟ لماذا لا يقولون اتصل من أبيل أو من سليمانية؟ أنا ابن النجف، صوتي عالي. نعم. السيد السيستاني يقول لي ليش؟ لأنه الخمس الذي يأتي مع الزبانية. نعم. التي معه، فنحن أصبحنا ضحية لسرقة المعيشة. نعم. أبو أحمد من النجف، أنا أشكرك، وضحت الفكرة. مصطفى السيد من مصر، تفضل يا مصطفى. موجود مصطفى ولا فقدنا الاتصال؟ فقدنا الاتصال مع السيد مصطفى من مصر. طيب، نقرأ بعض الرسائل سريعا لكي نواكب مع المرسلين الكرام. أول رسالة لدينا فاتن من ألمانيا، تقول أهلا بالرافدين قناة الشعب. أخي النواب شعليهم برئيس الوزراء، هم الشعب المتظاهرين وأهل الشهداء، والشعب هم يختارون. مكافي صار 16 سنة، يعني ماذا أفتهم صراحة؟ دم الشعب، ما تخافون من الله يا الحكومة الفاسدة. عموما شكرا يا فاتن من ألمانيا. رسالة تقول السلام عليكم، نصر من الله وفتح قريب، فلا بد للدم أن ينتصر على السيف. أحمد رواجدة من الأردن، شكرا يا أحمد. طيب، نأخذ اتصالات ونكمل قراءة الرسائل. أبو زهراء من العمارة تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة إلى طرف المحترمة. حياك الله. والله بالنسبة للحكومة، نعم، هاي تفجح الأمر
المتظاهرين لا يستفيدون عنه. لا يستثنون عن امر المظاهرين، امر المظاهرين واضح. هم واضح مطلبنا واضح، جاي نقول جيبون مستقله محترمه مو مسيحه. نعم. هم جاي يجيبون مدرياه ذاك يوم محافظ يوم يشتغل يشتغل، يعني هم ما يردون يكفون عن بوكم، يكفون عن سرقاتهم من هاي الدوله اللي متحالفين عليها ويا كاس عيب عليهم. يعني هل معقوله يعني هل معقوله يا ابو الزهراء ما وصلتهم فكره او رساله الشعب انه انتم باحزابكم وكل شخصياتكم فاسدين؟ يعني دي يجيبون شخصيات من حزب الدعوة ولا من التيار الصدري ولا من الحكمة ولا شخص يرشح رئيس جمهورية، يعني هي نفس الشخصيات اللي موجودة بالبلد سواء كان موجود بحزب أو مو من حزب، دي يرشح واحد فاسد ممكن شي يصير؟ يعني يجينا ملاك مثلا يحكم العراق؟ هو نفس الشيء، هم فاسد مثل يطلح نفس الشيء. نعم. هو هذا يجيب فاسد حتى يبقى فسادي على وضعنا، ما احنا عليه، احنا جايين نغير وضع العراق، عرفت شلون؟ لان هاي الناس تعبت الكف، هذا اسمه 18,000 جريح، رحمه على هذول ما عندهم احساس، ما عندهم غيره، ما عندهم ناموس. نعم. ابو زهراء يعني اشكرك. تفضل تفضل. لا لا هم وين استاذ محمد؟ تفضل. يعني يردون شغلتهم اللي يحلون قوة مثلا من مكانات هم بسنة المهملات اللي هيش يردون يعني. أبو زهراء أنا أشكرك، وضحت الفكرة. كنت معنا من العمارة، أبو مالك من الولايات المتحدة، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي أحييك وأحيي الكادر للقناة الشريفة الوطنية، حياك الله. احب اعقب على سؤالك مع ابو حسن من بغداد. نعم. سالته انه ايش قدم. نعم. ابو مالك. سيد ابو مالك تسمعني؟ يبدو ان الاتصال فقد مع السيد ابو مالك من امريكا، ارجو منك اذا كنت تسمعني ان تعاود الاتصال بنا مره اخرى. رسالة تقول: الشهداء أكرم منا جميعا، تحية حب واحترام لكم ولكواديركم المحترمة، النصر قريب إن شاء الله، منصورين بعون الله. أم فهد من أربيل، شكرا يا أم فهد. تحية طيبة لصوت الثورة الحر الرافدين ولك أستاذ محمد الغالي. اتجهت الميليشيات الإيرانية لاغتيال وخطف الناشطين بهدف ترهيب المنتفضين وإخماد الثورة، لكن الله ناصر الثائرين. تحياتي أخوكم المنتفض ثجيل نايم ذيقار قضاء الفهود. شكرا يا ثجيل، شكرا لك. أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة أنا أدي أسأل سؤال، أقول هذول المرتزقة من جابهم؟ هو نعم. المخطط مع الامريكي اسرائيلي ام ايراني من جابتهم؟ مو امريكا جابتهم؟ مو امريكا جابتهم حتى يخربون هذا البلد؟ نعم. اوباما وكلهم انطوا الايران، انطوا العراق الايران بطبخ من ذهب. نعم. ولهذا خشت المرتزقة ذيول أمريكا وذيول إسرائيل لتخريب هذا البلد. وهسه هم يعني 16 سنة باقوا ونهبوا وسلبوا وقتلوا وكل شيء سووا. نعم. وضمير ما عندهم وإحساس ما عندهم وحتى أخلاق ما عندهم. هم قاعدين هسه قاعد البرلمان يجتمع بيهم وينتخبونهم من حزب الدعوة. والناس ما يفكرون بالبشرية اللي صارهم شهرين هاي الثالث هم بالشارع بمطرها وبحرها وبردها، ها قاعد يطالبون بحقهم.
يعني ما معتبرين اعتبار هالشباب الحلوه اللي دمها هدر، ولا معتبرين اعتبار هالشباب اللي قاعد تنادي بحقها. نعم. يعني هذول الناس ما يفكرون بالشعب، اما يفكرون بجيوبهم فقط، بس بمصالحهم الشخصيه. نعم. اذا فقدوا مصالحهم الشخصيه وين يولون؟ وين يروحون؟ ايران ما راح تتقبلهم بعد نهائيا. وين يروحون؟ وين يفرون؟ نعم. ها، فانا اقول يعني إن, ان 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 شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله النصر قريب. نعم. وانا اقول لهم يا شعب يا متظاهرين، التحموا اكثر واكثر، وانا اتمنى انه اهل الشمال واهل الغربيه يتحدون وياهم ويكونون مجموعه اكبر من هذا، وهيهات من الذله مثل ما يذلون، ان شاء الله نتصل عليهم وان شاء الله نخليهم هم تحت اقدامنا، هم بالذله يظلون. يا ام ازهر شكرا لك، كنت معنا من بغداد. ابو عبد الله من فرنسا، تفضل يا ابو عبد الله. ابو عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. السؤال هو استاذ محمد، هم دول كل المرتزقه اللي جوا من ايران، كل نعم. المرتزقه اللي باقوا العراق، هذا صحيح ولا شك فيه. ولكن هو السؤال، لماذا اكثر شيوخ الانبار وعلمائهم قاعدين بالاردن؟ والابو الاردن هذا هو خائن، وجده خائن، وابوه خائن، ورفع طيب. العلم اليهودي. اولا كلامك مردود عليك بخصوص التهجم على شخص ملك الأردن، وهو غير حاضر أولا، هاي النقطة. النقطة الثانية، لسنا بصدد الآن التهجم على دول عربية. لو تعرف حضرتك ما الذي قدمه ملك الأردن للعراقيين لسكت عن ما قلت. فتح المجال للعراقيين، فتح المدارس بالمجان، وروح لسأل العراقيين اللي بالأردن اللي طالعين هربانين من هاي الدولة والميليشيات، راحوا احتموا هناك بالأردن بدولة عربية احتضنتنا. هذا واحد. اثنين، ادخل لي بموضوع القتلى، لا تهجم لي على ابو الاردن، ادخل لي بموضوع القتلى والشهداء اللي دي سقطون، خليك ببلدك، بلدك متدمر، لا تقعد تهجم لي على غير ناس. تفضل. شو اجيبك استاذ محمد؟ انا شو اجيبك؟ كل الاموال اللي سرقت اللي سرقوها هذول اللي جوي من ايران وجوي من خارج العراق لازم ترجع للبلد. نعم. ترجع ويا الاموال مال سجوده اللي باقتها اللي طلعت اولاد صدام اللي باقوا هو الدكتور طيب. كذلك اوكي طيب. وكل شيوخ الانبار اللي باقوا هاي الفلوس كذلك. اي بيها الانبار، مو بيها معمل مزوجات، مو معمل مزوجات بيها الانبار. اي قول لي، هاي شيوخ الانبار منين جابوا هاي الفلوس؟ شو كانوا يشتغلون؟ ها، شو اكو مناجم مال ذهب بالانبار بالسجوجه؟ قول لي. اوكي، الدواعش من الدواعش، مو كلهم الدواعش، هم من تونس ومن الجزائر ومن الفلوجه. ابو عبد الله تدري انت شنو؟ نعم. انت مثير للفتنه. ليش مثير للفتنه؟ أنت مثير للفتنة لسببين. السبب الأول، صوت الشعب العراقي بالشوارع الآن يناصر أو يستنجد أولا بالعراقيين في المحافظات الغربية، ويهاجم الحكومة بأحزابها، سنتها وشيعة ما تفرق، يهاجم الحكومة بأحزابها لأن هم ذولا اللي دمروا البلد وسرقوا الثروات، لم يهاجم أهل الغربية. فأنا أصدق الناس اللي بالشارع وما صدقك، هذا واحد. اثنين حضرتك تدخل الآن لتثير وتحرف وتحور الموضوع وتثير البلبلة في قضية أخرى، يعني ما أعرف شنو الهدف منها. عموما أنت مشكور للمشاركة، شكرا لك. أبو عبد الله من فرنسا، اللي دي يصير الآن طبعا هاي نموذج من النماذج، راح افتار على النظام السابق وصدام حسين ومرته وجهالة، وين ودوا الفلوس. وعندنا بالعراق سرق أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي عن طريق حكومات ما بعد الاحتلال، أكثر من ميزانيات العراق منذ تأسيسه كدولة حديثة. كم ضعف؟ احسبوا أنتم. دمر هذا البلد بخيراته وثرواته. تعال احنا بلد مهسة، خلاص أنتم طلعتوا نظام الاجتثاث وغيرها، وتم محاسبة ومحاصرة ويعني معاقبة كل من كان في النظام السابق، وانتهينا. بدأ عصر جديد المفروض، وعراق جديد وبلد ديمقراطي. لماذا لم يعش المواطن العراقي حياة ديمقراطية هانئة مثله، مثل الأردن، مثل السعودية، مثل أي دولة عربية محيطة بنا؟ لماذا لم يقدم أو لم تقدم حكومات الاحتلال للعراقيين أي من هذه الثروات التي يتمتع بها البلد؟ ثروات نفطية، ثروات زراعية، صناعية، تجارية،
يعني عندنا مقدرات وخيرات من التمور ومن الأسماك وغيرها 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 من خيرات كثيرة في هذا البلد لم يستفد منها ولم يتمتع بها العراقي. اعتمد الحكومة هاي فتحت الباب للاستيراد وغزت المنتجات الأجنبية الأسواق، لم يعد يتمتع العراقي بخيرات بلده. هذه الحكومة، ارجع إذا حضرتك تريد ترجع وتشوف منه اللي باقي المليارات، ارجع شوف كم سرق في قطاع الكهرباء فقط، كم مليار دولار سرق في قطاع الكهرباء فقط، والعراقي الآن يعيش بلا كهرباء. لو حضرتك عندك بلد محترم ما تروح تعيش في فرنسا. من معنا الآن؟ علي من بغداد، تفضل يا علي. أستاذ العزيز الله يسعدك. الله يسلمك، حياك الله. الله يسلمك. تفضل. اليوم موضوع مهم وأصنع قناتكم يعني. تفضل. اللي هو اللي بديو لليوم جاي يجتمعون المؤامرات على أخواننا المتظاهرين والناشطين العلميين. نعم. يعني أكو أمور هو جاي يتآمرون بها، أو الإرادة الاقتصادي جاي يطبوا غصبا عن الحكومة من جميع السيطرات المداخل مال بغداد. شلون شلون؟ عندنا هسه إحنا الاقتصاد قريب النجح عراقي. طيب. صالح للبلد. فإحنا جاي تجي على السيطرات وجاي تجي طببها قوة على الحكومة، الدخل المواد الغذائية والمواد كذا. نعم. الآن كله جاي يدخل لبغداد. نعم. احنا اليوم نريد ننجح الاقتصاد، وحده اثنين جاي يتامرون على اخواننا الناشطين اللي في ساحه التحرير اللي اطلبه من عندك امانه بسرعه. تفضل. نطلب طوق ان يسوون لنا بالصباط عن ساحه التحرير، فانا جاي بلغت هاي الرساله اريد يعني طوق عن ساحه التحرير. عفوا، من اللي يسوي المتظاهرين؟ المتظاهرين لو لما نتناشد اخواني جاي اوصل لك رساله لاخواننا المتظاهرين. نعم. حمايه فري الصباط. نعم. طوق اني صباط يخلوني يعني من خلال او نقول من الجيلاني. نعم. يطوقوها بصباط ما تخليها فقط الاسعار. نعم. تفهمني؟ فجاي تامرون اليوم هواي امور ما اقدر يعني اوصل. جاي اوصل لك هاي الرساله. نعم. انا اخوك قاعد وياهم وكذا، انا قدامي اخواننا الناشطين جاي لهم لجاي يساعدون الناشطين، فاحنا نريد ونطلب الحمايه هم يطوقون ساحه التحرير. طيب. بس هذا اللي كوتين الاقتصاد هسه ان شاء الله احنا قضينا عليه، بس قوات العفو الميليشيات جاي يدخلون من خلال السيطرات قوه، يعني احنا الاقتصاد نريد نفشله. هذا نعم. ابو ايران، ابو ايران شنو؟ جقاره ما جاي يستقبل. نعم. جقاره ما يستقبل ياخذ عليه ضرر وغرام. ليش؟ صار مواد تبقى ناجح. نعم. نعم. كل من على مود كل من القطة الخاصة عنده معمل كذا بإيران كذا كذا، فأخوي العزيز. نعم. أنا أطلبك مناشدة خاصة إلى مدير شؤون سيطرات بغداد الرصافة. سيطرة الخان غير سيطرة، هذين السيطرات جاي دخلين منتجاته بالأخص سيطرة الشعب جاي دخل. اثنين طبعاً قيادة عمل الأفجار جاي وكاب. نعم. بغداد يدخلون به هاي المادة يعني بكتاب عمليات بغداد وكتاب. نعم. علي أنا أشكرك يا علي، وصلت رسالتك. وطبعا بالفعل المتظاهرون يقومون الآن بوضع نقاط أمنية لتفتيش الداخلين إلى ساحات التظاهر في أغلب المحافظات العراقية. الهدف من هذا الموضوع هو حماية المتظاهرين المعتصمين في الداخل من أي أولاً مندسين يدخلون إلى ساحات الاعتصام، وشاهدنا في السابق طعن بالسكاكين عن طريق أتباع الميليشيات والحكومة في داخل ساحات التظاهر وغيرها وغيرها من أمور كثيرة. هذا الموضوع هو مهم للغاية بالنسبة للمتظاهرين، نقطة مهمة أن يهتموا بها، وضع نقاط أمنية لتفتيش الداخلين والخارجين من وإلى ساحات التظاهر، يكونوا من المتظاهرين شرط طبعا للحفاظ على حياة من يتظاهر بسلميته ومن يعتصم بشكل سلمي، حتى أيضا يكف الأذى عن هؤلاء المتظاهرين من قبل المندسين أو من قبل المرسلين من الحكومة أو من الميليشيات. من معنا الآن؟ رياض من أمريكا، تفضل يا رياض. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا تحياتي لك وللقناة الشريفة الطائرة. حياك الله.
وتحياتي الى الدكتور رافع الفلاحي وفالح الخطاب، على طول اتبعهم من عندكم مقابله تحكون وياهم، ويحكي لسانه بلسان كل عراقي شريف. حياك الله. الجواب مع الاخ عبد الله، ابو عبد الله من فرنسا الحكي، نعم، من كان ده يحكي، نعم، مرضى ما يحكون الصراحه، ما اعرف صدام حسين الله يرحمه شو مسوي لهم. صدام حسين رياض، لسنا في صدد مقارنه حتى لا نخلي الموضوع يتحول الى مقارنات، لسنا في صدد. احكي لي ليش اكو بعد هاي الاصوات والبلد مدمر، بلد حكمته مجموعه احزاب يرفضها الشعب اليوم؟ احكي لي هذا الموضوع، لا ترجع لي على السابق. لان الاحزاب فاسده. نعم. بس انا قصدي على المرحوم صدام حسين، يقولون دكتاتوري، هو مو دكتاتوري، كان كل سنتين يبدل الوزارات. رياض، ليس موضوعنا، لو سمحت ابقى بموضوع الاحزاب والمظاهرات الان. اريد المشاهدين يسمعون. أنا الموضوع ليس مخصص للحديث عن مقارنات بين النظام الحالي والنظام السابق، الموضوع للحديث عن مفاسد النظام الحالي الذي وعد العراقيين بحياة أفضل من السابق. يعني احنا حتى لن ندخل بمقارنات، اتكلم لي عن وضع بلد بمليارات وبأحزاب ومدمر. لا، قال بنا صدام راح الأردن وحش على الأردن، أحسن دولة وحكومة الدول العربية هو الحكومة الأردنية، والله يحفظ الملك. يعني العراقيين كلهم بالأردن سالمين ومتونسين ومرتاحين. نعم. هو الوحيد البلد الأردن اللي أخذ العراقيين. شوف شلون. نعم. سيد رياض، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة على تواصلك، أشكرك. أبو علي من الأردن، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. من الفلوجة، عفوا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك والجميع اللي يسمعون القناة، وأحيي وأترحم على كل شباب الساحات. حياك الله. والله أنه شافي كل جريح وكل مريض ويسترهم ستر الكريم المتكبر. نعم. وأحيي من خلال جدكم، أحيي شعب الأردن وملك الأردن، وأقول لأبو عبد الله ما أبيك. صدام حسين تروح فدوى الجارو انت وكل عاقبه. ابو علي، انا اشكرك للمشاركه. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. رسالة المتظاهرين للأحزاب الفاسدة، خذوا مرشحيكم وارحلوا، واتركوا العراق للعراقيين. قرار تنصيب رئيس الوزراء الجديد بيد ساحات التظاهر وليس بيد شخص آخر. أي مقترح منكم وأي مرشح منكم ومن أحزابكم الفاسدة نرفضه رفضا تاما، ونصرخ بوجه ظلمه وظلمكم، كلا لكم ولأحزابكم ومرشحيكم. صرخة رجل واحد، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، حفظ الله العراق والعراقيين من كل سوء والرحمة والخلود لأرواح الشهداء الأحرار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد علي من الموصل، تفضل يا علي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي تفضل. شلونك يا طيب؟ حياك الله علي. والله بغداد بالجنوب كافة. نعم. نعزي هنا بالجنوب المظاهرين. نعم.
نسأل من الله يشافيه يطلع مظاهرات يتهمون دعوة إرهاب. واني أحد المغربين سايخ تكفي والله إن زوار تشتكي هذا الشيء على رجالهم، نحن 95% بس مسابقة بالموصل. نعم أنا مواطن بس سايخ تكفي كل شيء أشوف وأسمع، شوف سجن فيصلية وسجن تلكيف أشبيه مصايب بيبي ده. نعم والله العظيم اغلب الناس لهم ابتسام، وهذا لكل ما نطلع مظاهرات يقولون عمي تعال في الظلم والله لكنا. نعم نعم علي، احنا نعرف المشكله اللي موجوده وكان الله بعونكم. طبعا اشكرك للمشاركه، وهذا رد ايضا من السيد علي لكل من يناشد احيانا، وهو حقه طبعا انه يناشد اخوانه بالمحافظات اللي الغربيه يطلب دعمهم ومؤازرتهم. بس دا تسمعون يا أعزائي المشاهدين، مدينة الموصل وغيرها من المحافظات اللي تعرضت لدمار شامل على يد هذه الحكومة وميليشياتها والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، دمروا هذه المدن واعتقلوا الرجال وشردوا العوائل. يعني الآن يقول السيد علي من الموصل، وهذا كلام منطقي للغاية، أنه إحنا ما باقي عندنا الكثير من الرجال المتبقين، معظمهم معتقل ومغيب في السجون والمعتقلات الحكومية والميليشياوية، وأغلب الموجودين نساء وأطفال، والوضع مأساوي جدا في المدينة، وكل ما نحاول يتهمونا ويحذرونا ويهددونا. خليفة من تونس، تفضل يا خليفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رحم الله في بلاد العراق. حياك الله. وأنا لازم القائد العظيم صدام حسين. ودمر الله الميليشيا ودمر الله كل من شارك إيران والميليشيا اللي دمرت العراق وخلوا العراق اللي كان الحصن السوء الحصين للأمة أصبحت الأمة على بحالة من البترول وهي في حالة يرثى لها. احنا نطلبوا ربي إن شاء الله يستر المتظاهرين وبعد عليهم الحاسدين والميليشيا، وان شاء الله ان شاء الله ربي يغيرهم ويغير من حال الى احسن حال. يجب الميليشيا الماشي وجماعته، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله العراق من احسن الى احسن، ان شاء الله عن قريب تفر الامور ان شاء الله، ونشوف العراق كما عهدناه في العهد السابق. شكرا يا خليفه، كنت معنا من تونس. رساله تقول: تحية طيبة لقناتكم الرافدين المنبر الشريف، نورت أستاذ محمد، وينكم وين دعواتكم وين منشوراتكم وين هاشتاقاتكم، شنو دم الشهداء ضاع بينكم، مليتوا لو خفتوا من خطفة وقتلة، وكم واحد عفوا نجحت خططهم عرفوا شلون يضيعون تعب الناس، وتعرفون شنو بالبرد نايمين. طيب رسالة تقول: السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ محمد ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. الثورة المجيدة التي تحملت ظلم الاحتلال وجلاوزة الاحتلال، جرثومة الخضراء، مسلسل القتل بالأحرار يستمر، ما زال ما محسوم أمر الثورة، وعلى الثوار في ساحة التحرير أن يحسمون أمر الحكومة من داخل الساحة ويذاع البيان بتشكيل الحكومة، والسلام عليكم. شكرا لك أبو حاتم. من معنا الآن؟ من معنا الآن؟ أبو محمد من تركيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي الغالي؟ شلونك؟ حياك الله، أهلا وسهلا أبو محمد. الله يبارك فيك. تفضل. أخوي أنا بس عندي طلب صغير من الأخوة المتظاهرين الأبطال. تفضل. الصناديد، يعني اللي ما ينوصفون والله العظيم. نعم. بس ليخلون الأحزاب ترجع تصعد فوق يعني تصعد المظاهرات. نعم. يعني أنا جاي أشوف أباوع على الفيس. يعني ناس أعرفها مثل التيار الحكمة أو أحزاب بدر وغيره جاي يعلقون وينشرون إنه هم اللي جاي يقودون المظاهرات وهم ويا المتظاهرين، ما تعرف يعني إحنا طلع يعني هالمتظاهرين هم طلعوا من أجل هذول الفاسدين. نعم. لا يزودون على المتظاهرين ولا يزودون على الشهداء ولا يزودون على الأبطال. والريد يعني مثل ما يقول والله العظيم هسه إحنا رافعين راسنا بيهم. يعني بكل الدول يعني الشرف ان هسه نقول متظاهر عراقي والله العظيم. نعم
نعم. وندعي من الله انه يحفظهم ويوفقهم ويسدد خطاهم، بس نعم. لا يحاولون ولا يقبلون احد من الاحزاب يتدخل بيهم. نعم، والله يبارك فيك وبيهم. شكرا جزيلا يا ابو محمد، بارك الله بيك. كنت معنا من تركيا. معنا السيد علي من الناصريه، تفضل يا علي. علي قد نتصل مع السيد علي. طيب نكمل قراءة الرسائل. إيمان النشمي من النمسا تقول: ألف سلام وتحية لكم ولقناتكم الموقرة، كتبت هذين البيتين للحكومة: إذا حسبتم طيورنا بقفص ستولد طيورنا جديدة تحررها، وإذا حسبتم صقورنا غابت ستنطلق يوم الحق يناديها. ستولد طيور جديدة. شكرا يا إيمان. رسالة تقول: السلام عليكم، اختلاق وتغذية الطائفية في الإسلام لم ينتج إلا من فساد المنظومة الفكرية المنحرفة والزائفة أو الزائغة عن كتاب الله والمتأثرة بتلك المنظومات الفكرية المحيطة بالدولة الإسلامية التي تدين بأديان غير التي تدين بأديان غير الإسلام، ذلك أنه لا وجود لها في القرآن لا من بعيد ومن قريب. طيب شكرا جزيلا لك دكتور ماهر الحمداني. من معنا الآن؟ السيدة أم حمزة من بغداد، تفضل يا أم حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك حينك، هو هاي إحنا مجرد نحن أمريكا هي كلها خاصة بإيران، اليوم اللي شاتت نعم كل هاي الحرب طيب العراق والأسلحة والشباب اللي تقتلت والمعتز اللي إيران لا بأمريكا ولا أي دولة ثانية بها، لو ما أمريكا عشان ما طلع صدام من العراق. طيب سيدة أم حمزة أشكرك للمشاركة. رسالة تقول: تحية وطنية لقناتكم البطلة قناة الرافدين قناة الشعب العراقي الحر الثائر. الحكومة التي تستعين بالميليشيات بقتل الناشطين وخطفهم وقتل واغتيال الثوار الأبطال، الثوار كلهم عزم وإرادة والصبر والصمود والسلمية، حتما سيسقط النظام الفاشل الإرهابي المجرم. عاش العراق وعاش الشعب العراقي. فائدة خلف حسين من بغداد، شكرا يا فائدة. رسالة تقول: السلام عليكم، تحية إجلال وإكبار إلى قناة الرافدين منبر العروبة ومصدر الحقيقة، كما نحيي من أرض اليمن كل عراقي حر غيور على بلده وأمته من أعمال الفرس الأنجاس. استمروا بثورتكم العظيمة التي هي نقطة النور في الظلام العربي، وبثورتكم نكون أو لا نكون. محمود حمود شجاع الدين، شكرا جزيلا. لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، الذين يحكمون العراق هم عملاء أمريكا وإسرائيل وإيران وينهبون خيراته، أخوكم أحمد من مصر. شكرا يا أحمد. طيب نستمع إلى رأي السيد سلمان من لندن، تفضل. ألو، السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر قناتكم الكريمة، حياك الله، الشجاعة القوية، كل الهلا. أترحم على الشهداء الأبطال. نعم أخي العزيز. نعم والله جرح جرح مجروح جرح مقهور قهر على اللي دا يصير. نعم المتظاهرين دي يقتلون يوم بعد يوم، وهذا حرام. نعم انا برأيي اللي دي يدبر هاي العمليات كلها بالخضراء نور المالكي وعدين وحزب الدعوة وحرس الثوري الإيراني، وكل يوم القتل دي يزيد. نعم برأيي هجمة رجل واحد 200 ألف على مدينة الخضراء ويخلصونا من هذول الأشرار، هاي أمنية حياتهم، تدري هاي أمنية حياة السؤال. أمنية حياة الأحزاب والسلطة والله ها يعني يقضون نعم عليهم. بس نعم هذه أمنية حياتهم، ينتظرون هاي، ولذلك حذر المتظاهرون في المكبرات. نعم. الصوت من المخطط والألعوبة اللي تم ترويجها إعلاميا على موضوع سيتم اقتحام المنطقة الخضراء، وقيس الخزعلي يطلع يهدد، ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر حتى يكون هناك الذريعة والمبرر لقمع المظاهرات كما قمع غيرها
في السابق. اي بس ينتصرون عليهم ان شاء الله. الموضوع سيكون هذه الحكومه يا سيد سلمان تحظى بدعم دولي وتأييد، وطالما كان هذا الدعم لا زال موجود او لا يزال موجود، هذه الخطوه خطوه القوه او العنف هي خطوه ليست في صالح المتظاهرين، ولذلك القائمين على المظاهرات اللجنه المنظمه وغيرها من المتظاهرين الواعين يروجون دائما ويحذرون من ان ينحرف المسار عن السلميه، ولذلك هناك الحمد لله سيطره، هناك وعي موجود في التظاهرات للحفاظ على السلميه، هي الوسيله وهي الحل الوحيد الذي يجرم هذه الحكومه في النهايه. بس هاي حرام، الشباب هاي ده تنقتل بالالاف. الاف ده تروح. اليوم سمعت مقوله السيد جمال قال لازم بالقوه تنحل بالقوه، لانه ما تنحل بعد 10 سنين هاي القضيه. مخطئ من يروج هذا الترويج سيد سلمان، والا لكان هذا ترويج المتظاهرين. نحن لا نريد ان نسير وفق نهج الحكومه والسلطه والميليشيات انه يهددون دائما من حدوث فوضى امنيه وحدوث اقتتال داخلي وغيرها، هذا اللي يريدون يوصلوه. هاي الترويج هي بدايات لشغله هم مرتبينها بشكل اكبر. عموما انا الوقت شرف على انتهاء سلمان، اشكرك. الوعي الذي يملكه المتظاهرون الان مشاهدينا الكرام هو وعي ابهر الجميع واذهل حتى من في السلطه، لانهم لم يتوقعوا ان يسيطر المتظاهرون على انفسهم ويتحكموا بأعصابهم بهذه الطريقة، وهم يواجهون آلة قتل ويومية يسقط الكثير من الشباب شهداء والكثير من الجرحى. هذا الموضوع يدفع الشاب العراقي الثائر إلى المزيد من الغضب وإلى ربما التهور بحمل السلاح والقتال. لكن سيطروا على أنفسهم من الواعين والمثقفين الذين يتواجدون في هذه الساحات، استطاعوا أن يتحكموا ويضبطوا الأعصاب بالنسبة للمتظاهرين. خطوة غير صحيحة موضوع العنف، لأنه هذا ما تنتظره السلطة والميليشيات لكي تبرر لنفسها الجرائم التي سترتكب ومجازر كبيرة قد تحدث في حال لو تم الترويج لهذه الفكرة. أعتذر طبعا من المشاهدين من المشاركين على الواتساب، المشاركين الكرام لم أستطع قراءة الرسائل لضيق الوقت. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.